السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من شركة فور سيزون الاستيراد. زي ما وعدكم شركتنا طبعا بتقدم لكم كل ما هو جديد. النهاردة بقدم لكم تابلت أطفال. نشوف التابلت مع بعض. تابلت أطفال 7 بوصة. طبعا زي ما وعدت لكم إن كل منتجاتنا بضمان سند الدعوة بالصناعة من شركتنا فور سيزون الاستيراد. التابلت زي ما احنا شايفين مع بعض، موجود منه أشكال طبعا مختلفة. طبعا التابلت يبقى كاميرا أمامية وكاميرا خلفية، طبعا واي فاي بدون شريحة. ده مكان كارت الميموري. ده اليو اس بي، دي السماعات، ده زرار الباور، فوليوم اب فوليوم داون زي ما احنا شايفين مع بعض. ممكن نشوف الاكسسوارات اللي بتبقى موجودة مع التابلت. موجود الشاحن، وصلة الـ USB، سماعة الهاند فري، ممكن نشوف إمكانيات التابلت. طبعا دلوقتي بقى كل التابلت الأطفال بيخلوه تعليمي أكتر، ما هو طبعا للجيمز والكلام ده. طبعا زي ما احنا شايفين التابلت أقدر أحمل عليه أي برامج أنا محتاجها والطفل طبعا محتاجها. تسهلوا طبعا التعليم بطريقة، طبعا هم منزلينها بطريقة سهلة، مثلا على سبيل المثال زي كده. زي ما احنا سامعين مع بعض بيجيب طبعا الرقم وبينطقه، بيكتب له تحت مثلا العدد. في كذا حاجة كده ممكن نقص. زي ما احنا شايفين حاجة زي كده. طبعا في كذا برنامج منهم، ممكن مثلا اجرب ده. دي لعبة وبتديني الحروف مثلا. زي ما احنا شايفين كده مع بعض. دي الرسمة. طبعا بديك الحرف كابيتال وسمول. زي ما احنا شايفين مع بعض. نجرب حاجة تانية، ممكن مثلا كده. ايه بكابيتال سمول زي ما احنا شايفين. طبعا بجانب ده كله طبعا اقدر ان العب عليه اي العاب. طبعا في العاب نازلة عليه اصلا، نجرب مع بعض. زي ما احنا شايفين مع بعض الريزولوشن بتاع التابلت عالي والسرعة بتاعته كويسة، ما بيهنكش في ألعاب ولا في أي حاجة. ممكن نجرب لعبة تانية. طبعا
طبعا بجانب الالعاب اللي بتبقى موجوده على التابلت، انا اقدر انزل الالعاب اللي انا عايزها. انزل مثلا كاندي كراش والواتساب والفيسبوك والفايبر، الكلام ده اقدر كله انزله عن طريق طبعا البلاي ستور بتاعه. طبعا زي ما احنا شايفين تابلت واي فاي، اقدر انزل الالعاب الحاجه اللي انا عايزها، بيعمل تحديث زي ما احنا شايفين مع بعض. اقدر انزل طبعا كل اللي انا عايزه. نجرب مثلا لعبه سابوي، هي طبعا الأطفال كلها بتحبها، أطفال وكبار بصراحة. يعني طبعا بتهم أي حد طبعا لو اللعبة مهنكتش بالتابلت كويس. زي ما احنا شايفين اللودينج بتاعها. زي ما احنا شايفين مع بعض طبعا في إمكانيات كتيرة جدا طبعا، بس الواحد محدش يتكلم على كل حاجة. ممكن نجرب كاميرا طبعا، كاميرا زي ما قلنا أمامية وخلفية زي ما احنا شايفين الكاميرا مع بعض. الصورة زي ما احنا شايفينها. كنت طبعا انزل اي العاب، انزل اللي انا عايزه كله زي ما قلنا عن طريق البلاي ستور. طبعا في واي فاي، ممكن عن طريق الواي فاي زي ما احنا شايفين كونكتد. طبعا نسمع صوته. زي ما احنا شايفين مع بعض طبعا بالامكانيات دي كلها يعني، والسعر طبعا ميكفيش الامكانيات دي كلها. طبعا مزيد عن المعلومات عن السعر تابعونا على صفحتنا على فيسبوك فور سيزون الاستيراد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.